السلام عليكم بنات، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير. الفيديو ديال اليوم غادي يكون عن طريقة تحضير المسمن ديال التفاح اللي كيجي مورق ورائع بزاف، واللي بغى يشوف معنا الطريقة يبقى معنا حتى الآخر. بالنسبة لمكونات العجين، فعندنا زلافة ديال الفورص وجوج معالق ديال الزبدة وقبيصة ديال الملحة، وعندنا الحليب كندوبو فيه تقريبا جهد كاس الحليب، كندوبو فيه هذا كنسخنوه وكندوبو فيه الخميرة وكنبداو نعجنو به، وكنبقاو نزيدو الماء بشوية بشوية بعد ما عجننا العجين. وخليكم معايا. وصافي، هنا من بعد ما عجنت العجين خليتها ارتاحت غير 5 دقائق بحال هكا، غطيتها ببلاستيك الغذائي وارتاحت شويه. ومن بعد بديت كنقطع هكا قطيعات صغار او كويرات صغار، ومن بعد غادي نورقها. انا هنايا كيف ما غادي تشوفوا معايا، مشات لي اللقطه اللي صورت، مشات لي ديال التوراق ديال الكويرات. نتوما راكم عارفين المسمن كيفاش كنديروا ليه باش كيرجع بحال هكا مربع، كنورقوه مزيان وكنبقاو كنتنيو حتى كنربعوه بحال هكا. ومن بعد غادي ناخذ هكا هذا المربع هذا، من بعد ما غيرتاح واحد شويه غادي ناخذ المربع غادي نسطحه بحال هكا كيف ما كتشوفوا، وغادي ندير فوق منه التفاح اللي غادي نكون مرمتو في السنيده وشويه ديال الفاني. اللي بغى يدير الفاني كيديروا، اللي ما بغاش ما يديروش. انا كيعجبني مذاق الفاني فدرتو. كنتمنى ان يكون لا فيديو يعني واضح فيه كل شيء. كنحط التفاح كندير فوق منه شويه السنيده، وغادي نبدا نهز هكا في الجناب، وكنحط الوسط، وكنحط شويه الزبده، وكنسد بالشكلاط طريف ديال الشكلاط. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال المسمن ديالنا. كنتمنى ينال اعجابكم، كيجي رائع بزاف ومورق كيف ما كتشوفوا، ومن الداخل كيجي معسل. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبر. وبالنسبه لبنات التوراق، فانا ورقت بهذا الزيت والزبده، خلطتهم بجوج وورقت بهم. وبهكا غادي نقول لكم باي باي، و
واللي عجبو لا فيديو ما ينساش يدير جيم ويتابون معنا ويضغط على الجرس.